معي عبر الهاتف الأستاذ محمد علي حسن الكاتب الصحفي. أستاذ محمد، بعد التحية، هناك توجه جاد من الدولة لتعزيز التواصل السياسي بين أذرعها والمواطنين عبر العديد من الآليات، من أبرزها الحوار الوطني، وها هي الحكومة تعلن في أول أيامها أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا أسبوعيا للتواصل مع الرأي العام. كيف ترى هذا التوجه؟ بعد التحية، في الحقيقة أرى أن هذا الإعلان بالتواصل من قبل مجلس الوزراء مع المواطنين من خلال مؤتمر أسبوعي لكي يعرف فيه المواطن ويعلم المواطن كم التحديات التي تواجه الدولة وما أنجزته أيضا الحكومة المتمثلة في المؤسسات المختلفة والوزارات المختلفة بالإنجازات. من المؤكد أن المواطن يريد أن يعرف الأزمة، ما أساسها، ما كيف سيتم حلها، والخطوات لكي يكون عنده علم. وهذا يؤكد أيضا أن هذه من أبرز الأساليب الحديثة التي تتبعها الدول والحكومات في الدول المتقدمة من أجل درء الشائعات التي تكون منبر من على المواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلام تكون معادية للدولة. نعم. طيب، فيما يتعلق بالتشكيل الوزاري الجديد، إذا ما تحدثنا تحديدا عن إضافة اختصاص التواصل الاجتماعي لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، كان هذا يعني واحد من الأمور اللافتة. دلالة تلك الإضافة في هذا التوقيت في رأيك؟ توقيت مهم للغاية، والإضافة إضافة جيدة جدا، وأن هذه الحقيبة أو الوزارة سيكون لها الكثير من الأدوار، منها التواصل مع الأحزاب السياسية، التواصل مع الشباب، التواصل مع الكيانات السياسية سواء كانت متابعة للأحزاب أو كيانات شبابية قام الشباب بتأسيسها منذ عدة سنوات، وهذا ما رأيناه لها دور مهم جدا خلال الأزمات الماضية، وأيضا مع إدارة الحوار الوطني. أيضا هناك تفاصيل كثيرة أعلنت بعد تشكيل الحكومة بخصوص هذه الوزارة. الوزارة ستكون منبر لجميع المؤسسات وجميع الأحزاب للتواصل مع الحكومة المتمثلة في هذه الوزارة، طرح أفكار جديدة، طرح حلول، الاستفادة من الحوار ما بين هؤلاء المؤسسات والشباب والكيانات من أجل إخراج أو إصدار مخرجات يتم التوصل لها، تكون في يعني نقدر نقول في حرصا منها لتطور العملية السياسية والحراك السياسي في الدولة المصرية التي نشهدها منذ عدة سنوات. أشكرك جزيلا الأستاذ محمد علي حسن الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف.